السيدة عودة مجددا، الشارع منتظر أن يقول كلمته بعد 15 عاما. هل البديل هو أن تبقى الناس سيدة عودة في الأراضي الفلسطينية عام 67 دون أن تختار من يحكمها إلى أن تشاء إسرائيل؟ لا طبعا، هذا ليس بديلا أبدا. وإن قادتنا هذه المرحلة إلى شيء فهي برأيي إلى الإقرار بما لا يدع مجال للشك بأن أزمة النظام السياسي أزمة عميقة للغاية، وأن الحاجة للتغيير العميق والواسع أيضا ملحة للغاية. موضوع القدس يعني هو مثال صارخ لأين وصلنا في الخطاب السياسي وفي الحياة السياسية. وبالتأكيد الحل ليس هو تأجيل الأزمة إلى ما بعد، لأنه بصراحة الوضع لم يعد يحتمل أي نوع من التأجيل. أعود وأقول أن موضوع القدس وغير القدس، إسرائيل لا تريد فقط القدس، إسرائيل تريد القدس وتريد الأغوار وتريد كل الضفة الغربية، ولا تريد الشعب الفلسطيني أن يكون موجودا، وليس فقط لا تريد أن يمارس الشعب الفلسطيني حقه في الانتخاب في القدس. وعليه هذه معركة من معارك وجودنا على هذه الأرض ومحاربة هذا الاحتلال لا يمكن ومن غير المقبول وطنيا وفلسطينيا وسياسيا أن نسلم لإسرائيل حق الاعتراض والنقد وحق التحكم في حياتنا السياسية التي أوصلتنا إلى طريق مسدود حقيقة داخليا. وعلينا أن ننتصر لأنفسنا قبل كل شيء، وأن نضمن عقد هذه الانتخابات في موعدها، لأنه كمان هناك رغبة جامحة عند الشعب الفلسطيني في عقد هذه الانتخابات، وأن يأخذ المواطن فرصته بعد 15 عام من الترهل ومن حالة سياسية في تدهور مستمر. المواطن يريد أن يأخذ فرصته في ممارسة حقه في المحاسبة. أجا وقتها وما بصير تتأجل أكثر من هيك.